القصة بلشت بحلم بسيط، حلم صعب يتحقق ببلد طائفة، ببلد ولا مرة كانت الامرأة وأمورها من أولوياته، ببلد دمر أحلام كتار. من وقت ما بلشت مارس الرياضة وأنا بسمع العبارات نفسها، الرياضة ما بتطعمي خبز والرياضة ما لها مستقبل بهالبلد، وأكيد من الوحيدة اللي عم عاني من هالمشكلة. أكثر العبارات اللي توجهت لإلي بس عارفوا إنه بدي كفي بكاريرتي كلاعبة كرة سلة هي إنه أول شيء لعبة كرة السلة منا كتير فمنن، يعني ليش عم تروحي على شغلة عم تبينك إنه لس فمنن ما أنت. وشغلة تانية إنه بلبنان ما بتعمل خبز، هي كمان شغلة كتير بوجهها. وكفيميل بيرسونال ترينر غير كباسكتبول بلاير، في كتير ناس بتستهون أو بتستخف بفكرة أنه بنت بدها تمرن شاب. بلدنا للأسف منه خالي من المشاكل الاجتماعية، أبرزها الذكورية، الأزمات الاقتصادية والمعارك السياسية، وللأسف هيدي الأمور كلها بتأثر على الرياضة. للأسف يعني لما يكون البلد عم يمرق بأزمة اقتصادية واجتماعية ومالية، كل أوجه الحياة رح تتأثر بهذا الموضوع، والرياضة هي أحد هذه الأوجه اللي عم تتأثر بشكل كتير كبير بسبب الأزمة اللي عم تمر فيها البلد. الرياضة في لبنان كلها تحتاج إلى دعم لا يتم التعاطي معها على أنها أولوية بحسب سياسات الحكومات المتعاقبة في لبنان، يعني بانتظار تحسن الأوضاع في لبنان. الدولة مثل ما بنشوف بأغلب الدول اللي الرياضة فيها حققت إنجازات لازم تلعب دور أكبر بدعم الرياضة اللبنانية. الرياضة اللبنانية عموماً ضحية هيدي المشاكل، فكيف منتوقع التأثير يكون على الرياضة النسائية بالتحديد؟ نظام البلد كتير بيأثر، لأنه كلنا الثورة اللي مرقنا فيها والوضع الاقتصادي والكورونا وكل هدول كلهم إنه عايشين ببلد under stress بتحسي بيأثر. لأنه أوقات مثلاً بتروحي على التمرين إنه عم تسمع bad news وأخبار من هون ومن هونيك، بتفوت على التمرين إنه نفسيتك down. للأسف الرياضة النسائية مهملة بلبنان، والتغطية الإعلامية كانت وبعضها ضعيفة أو شبه معدومة ببعض الرياضات، وما زال الإعلام بغض النظر عن أغلب الإنجازات النسائية. فالجمهور يلي بيعتبر اللاعب السادس بالملعب بيملأ الملاعب بأي مباراة للرجال، ومنفتقده بنفس الملاعب بالمباريات النسائية، وهالشي بيعكس الواقع يلي للأسف ما بيصب بمصلحة النساء، لأن جزء كبير من الناس ما بيعرف حتى أسماء نساء رفعوا اسم لبنان بالعالي على عكس الوضع مع الرجال. فيك تسمي لي 3 شباب بيمارسوا الرياضة بلبنان؟ وائل عرقجي، رودريك عاقل، وماكسيم شعيا. فادي الخطيب. بس في وائل عرقجي، فادي الخطيب، وأمير سعود. أوكي، فادي الخطيب، وائل عرقجي، وحسن عواضة. فيك تسمي لي 3 نساء بيمارسوا الرياضة بلبنان؟ لما مقدم، عايدة باخص، وريبيكا عقل. صراحة ما بعرف حدا، ما بعرف ولا أي حدا عن جد. بنات بنات ما بعرف منها. وائل عرقجي، ما بعرفها، وريبيكا عقل. وائل عرقجي، لا ما بعرف، كمان لا. وائل عرقجي. I have no clue. شايفتها بانترفيوز بس I don't know her name. ويعني ايه يعني هلا عرفت لها اسمها. Hi, it's my friend وائل عرقجي. وائل؟ مين؟ I think اسمها نادين. ما بعرف. شايفها قبل بس I don't know her. فمين بيتحمل مسؤولية عدم دعم الرياضة النسائية؟ مع تطور الزمن وسعي المرأة الدايم للتساوي مع الرجال بكل المجالات، بتشكل الرياضة واحدة من هالمجالات. فبالرغم من الإنجازات يلي حققتها سيدات لبنان، بعده الاهتمام المادي والمعنوي بيصب بمصلحة الرجال وإنجازاتهم. فشو يلي تغير مع الوقت؟ مين حقق أول إنجازات الإمرأة اللبنانية بالرياضة؟
مين شكل أول فرق بالرياضة الجماعية؟ بلمحة سريعة على بعض الإنجازات والمعلومات، أول منتخب للسيدات بالفوتبول بلش بال2005، ما تأهل ولا مرة لكأس آسيا أو كأس العالم لهلأ، بس احتل المركز الثالث ببطولة غرب آسيا بال2007 و2019. أول بطولة ذهبية للمنتخب اللبناني بالباسكتبول كانت بطولة المنتخبات العرب عام 2000. أما على صعيد الرياضة الفردية فمحاسن فتوح كانت أول امرأة بتمثل لبنان بالأولمبيكس بحمل الأثقال، مركزها التاسع هو الأفضل بتاريخ لبنان من عام 1972. كارين شماس كانت أول امرأة لبنانية بتمثل لبنان بالجودو بالأولمبيكس كمان، وغيرهم كتار من السيدات اللي عملوا إنجازات وشاركوا ببطولات ما منعرف عنهم شي. فالرياضة النسائية كانت مبنية على أشخاص وبعضها، ومن أبرز المهتمين بالرياضة النسائية حالياً هني مايك بدران ورانا مطر، وأكيد غيرهم يلي بجهد خاص عم يشتغلوا على دعم الرياضة النسائية. أما من ناحية التغطية الإعلامية فكل إذاعة تلفزيونية خاصة بلبنان بتعود لجهة سياسية معينة أو رجل أعمال، هالشي بيعني سيطرة الرجال على صناعة القرار، وبالتالي عندهم السلطة لنقل البرامج والمباريات يلي بتصب بمصلحتهم مادياً وبتسمح لهم يفرجوا صورة الامرأة من منظارهم. هالشي بيأثر على الأفكار النمطية يلي بتخلق عن الامرأة وبتحد من أحلامها. أما صفحات الاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي فمكرسة للرجال وبيمرق خبر الرياضة النسائية وإنجازاتهم مرور الكرام. بصراحة ما بحس إنه فيها هالقد دعم للنساء، يعني إذا بدي أعطي شوية examples، نحن ما في حدا بيجي بيعملنا ستاتس بالجيمات، يعني إذا حدا بده ياخد أرقامه قديش عم بيحط نقاط، أو مش بس بالنقاط، يعني ما في حدا بيجي بيعملنا scouting وستاتس، حتى ما في نقل تلفزيوني أبدا، في ناس ما بتعرف إنه بلش بطولة الباسكت عنا، وميديا كوفريج يعني بالقوة لحتى يحطوا لنا شي بوست على الانستغرام أو على الفيسبوك، يعني ما بحس هالقد في دعم لإلنا لا قد ما في للشباب دفنتلي. منشوف كمان نقل مباشر للعديد من الرياضات مثل الباسكتبول والفوتبول وغيرهم للرجال، وبتبقى السيدات بلا تغطية إعلامية، مثلا مباريات الرجال المنقولة على التلفزيون بالوقت يلي بيجيب نسبة مشاهدات عالية، لكن بالوقت نفسه والظروف نفسها ما بتنقل مباراة نسائية، وهالشي جدا واضح ومشحف بحق الرياضة النسائية، لأن الفرق النسائية والنساء يلي عم تحط جهد ووقت بتستاهل عليه تقدير ودعم. فمين المسؤول؟ سبونسرز من الآخر، سبونسرز لا يدعموا. إذا صار نقل تلفزيوني أكيد يصفي أحسن كتير، يعني العالم بلشوا يهتموا، بس ما فيها الدعم من السبونسرز للسيدات. يعني بدأ وقت تالبنات فوتبول أو بنات باسكتبول أو بنات أو بأي سبور اللي كان ليقدروا يوصلوا، يعني ياخدوا خلينا نقول التغطية الإعلامية يلي نقصتهم. يوم السبونسر إذا بتجي بتقليله، ما بدنا نطلع كمان على الوضع الاقتصادي يلي نحن فيه والوضع المعيشي اليوم للأسف السبور عنا بلبنان قبل ما نفوت بنات وشباب، اليوم بغياب الدولة ما في حدا بيدفع للأندية مصاري، يعني اليوم الأندية السبور ماشي على أشخاص، هول الأشخاص اللي عم يدفعوا مصاري أكيد اليوم بدو يروحوا على شيء يعني يعطيهم شوي حقهم إعلاميا، لأنه استفادة مادية ما فيه، اللي بحط مصاري اليوم بيخسر بالسبور. مش هناك اليوم وقت بدك تروحي على الألعاب اللي فيها شباب رجال، يعني منتطلع بأي لعبة اللي كان دايما السبونسر وقت بده يعمل سبونسرشيب أو بده يحط دعاية أو شيء بده يحط على فرق الشباب. مش هناك اليوم التغطية بتجي أكتر لفرق الشباب. هلأ هيدا بعتقد البنات ما بيقول له شأن أبدا تبهي، بس بدأ وقت، يعني مش دغري فينا. من جهة تانية بشارك الاتحاد اللبناني ببعض المشاريع يلي بتقوم فيها الاتحادات الدولية وبيطبقها بلبنان، فأطلقت الفيبا حملة تحت شعار Her World Her Rules وشارك فيها الاتحاد اللبناني. هالمشروع مهم لكن مش كافي لتسليط الضوء على الرياضة النسائية. لا ما بس هو اللي بكفي أكيد، لأنه لازم هيدي الشيء، لا ما رح أحكيك بس باسكتبول، لازم هيدي الكامبين تنعمل بأول سبورتس مش بس بالباسكتبول. هلا هو الفيبا اللي طلع فيها للكامبين Her World Her Rules وعم بيطبقها بكل العالم ثرو اتحادات الباسكتبول، كتير بتفيد، لأنه احنا we are targeting البنات اللي منهم تابعين للنوادي،
يعني اللي ما بيتمرنوا بنادي عم نقول لهم تعوا هيدا الباسكت بول، تعوا تعلموا باسكت، حبوا الباسكت بول، حبوا السبورتس، انزلوا على الملعب امسكوا طابة. نفس الشيء لازم يصير ببقية الرياضات، ما انه كافي لانه ما بس فينا نتكل على الباسكت بول، لازم يكون في جنرال يمكن بروجرام لتارجتين كذا سبورتس او كل لعبة بلعباتها تتارجت وومن او يونج جيرلز لحتى يكونوا موجودين لنعطيهم بوش اكتر. مشكلة اللامساواة بالتغطية الإعلامية وغيرها من المشاكل اللي عم نمرق فيها بتأثر سلباً على الناشئات وما عم تسمح لكتير منهم بتكملة مسيرتهم الرياضية. إذا أنا شي مرة فكرت لأنه أعمل حياتي كلها خاصة بالسبورتس صراحة لا. Due to personal experience يعني أنا صار لي من لما كان عمري 7 سنين بسبح. الحمد لله عملت كتير نتائج منيحة، سافرت رحت وجيت، بس الصراحة في كتير opportunities رحت علي بس من وراء تعرفوا إحنا هم لبنان كل شيء خاص بالوسائط، وأكيد في عنا ناس عندهم أولوية على ناس لأنه مثلا في منهم أهلاتهم مثلا بالاتحاد أو ناس مهمة يعني. ومن هون عم ننطلق على جزء جديد من المشكلة وعم تظهر السياسة والمحسوبيات كعائق أمام الرياضيات. مثل ما ذكر نديم نصيف أحد المهتمين بالرياضة أنه السياسة الرياضية هي مصغر السياسة السائدة بلبنان، وبيعتبر أنه في علاقة ترابط بين حالة البلد السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الرياضة. فمن المشاكل البارزة هي التدخل السياسي. التدخلات السياسية والأوضاع الطائفية بتأثر بتركيبة الاتحادات وتأتي أحياناً ببعض الأشخاص الغير المناسبين. الأوضاع الاقتصادية انعكست على الحركة الرياضية ككل، ضعفت قدرة الدولة على الدعم وغاب التمويل وانكفأ رجال الأعمال والشركات الراعية. الظروف الاقتصادية تركت بصماتها على كل القطاعات. الوضع العام يلي عم يمرق فيه البلد من الطبيعي أنه يؤثر سلباً على الرياضة النسائية بالتحديد، فبحسب مقال نشر في جريدة النهار فالسياسة عم بتشكل عائق أمام تطور جميع الرياضات بسبب علاقة كل أندية بجهة سياسية أو طائفية معينة. كإنديفيدوال سبورت نحن أرادي يعني فدريشن صغيرة ومنا قادرة قد الفدريشنز الباقيين الكبار، يعني منا مثل الفوتبول أو مثل الباسكتبول وين عندهم أول شيء بودجت كبيرة وعندهم political figures، هون تجي بيجي دور السياسة إذا بديك بمناصب أعلى بالدولة، وعندهم من هيد بسبب هيدا الشيء بيكون عندهم كفرج أكتر بالميديا. لنقول اللاعبات أيضا بيواجهوا مشاكل أخرى وهي النظام الذكوري. نحن عايشين فيه كان من الناحية السياسية ولا الطائفية ولا المبني على الذكورية بمحل معين، بيحط البنات برياضيات بمواقف كتير صعبة بمحلات معينة وأكيد بأثر على البرفورمانس تبعهم، لأنه دايما أنت بس تشوفي أنه في حدا عم تتعرض للتمييز إن كان أي نوع من التمييز، هذا الشيء بأثر عليك سلبا خصوصا على المنتل هيلث تبعك أو على المعنويات تبع الأثليت اللي هن جزء كتير من هذه اللعبة، وخصوصا البنات بالنظام اللي نحن عايشين فيه بيتأثروا أكتر كونهم من جندر معينة، لأنه النظام بيعاملهم كفتيات يعني هن كمواطنات أقل من غيرهم. يعني البنت اللي بدها تلعب أي نوع من الرياضة تعتبر أنتر جيمة ذكورية بعتوا لحسن صبي تومبوي لأنه لازم تلبس بطريقة معينة، لازم تحكي بطريقة معينة، فبيعلبوها مثل بحطوها بعلبة بقولوا أن أنت ما لازم تطلع منها. هيدا الشيء منه بس حتى بالرياضة، حتى بكل المجالات، منهم السياسة ومنهم حتى البارتي الاقتصادية، لأنه بيعتبروا أن البنات ما لازم يكونوا بمحلات صنع قرار بمحل معين، فهذا الشيء بينعكس عليهم سلبا وعلى قدراتهم كفتيات بهذا المجتمع اللي ظالم بمحل معين بشتى أنحاءه. العنصرية ولون البشرة بشكل مشكلة جديدة أمام الرياضيات، لكن ممكن بالمقابل تلعب دور لصالحهم وتنال من وجهة نظر إعلامية اللاعب اهتمام أحياناً بس لأنها مختلفة. One of the first thing I was told was, oh, إجت السلنكية على الصف. As a 10-year-old having to deal with that, it wasn't easy. Basically, the reason كنت عم قلك إنه مثلاً أنا شخصياً بلاقي إنه عندي تغطية أكتر بالإعلام هو يمكن كوني مرة، so بيصير هنا في عكس يعني what people would assume، لأن المرة هي
توبيك كتير مهم صارت بالمجتمع، وانه قد ايه المرأة عن جد عم يغطوا لها you know بالميديا، او يغطوا عنها بالميديا. صرت بلاقي انه عندي اكثر invitations احكي بسيمينارز او اطلع على التي في او you know او يكتبوا articles بالجرايد وهالاخبار وهيك. وكمان especially يمكن كمان being a person of color بلبنان، عم بيمثل لبنان كمان انه it's something different وهالاخبار وهيك. so بلاقي انه هول التوبكس انه مثلا being black and being a woman انه sometimes they come for my advantages. هالمشاكل والصعوبات يلي بتواجه السيدات بالرياضه ما بتشجع الفئات العمريه على تكمله مسيرتهم الرياضيه، حتى لو بالوقت الحالي هن من محبي الرياضه وبيمارسوا هوايتهم بكثره. هالمشاكل بتاثر على بعضها، ولكن هيك مفترض انه تكون الحلول. حل مشكلة بيؤدي لحل مشاكل أخرى، فجزء كبير من المشكلة بيتعلق بمعالجة الأزمة الاقتصادية. تكمن الحلول بشكل أساسي بتحسين التشريعات الرياضية القادرة على استقطاب التمويل، ومنها إنشاء صندوق وطني لدعم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية اللي يمكن أنه يمثل ذراع فاعل للوزارة بخدمة الحركة الرياضية. المبالغ المالية رح تعمل فرق بتجهيز الملاعب المناسبة لكل الرياضات وتأمين مستلزمات الأندية، ورح تسمح بأنشطة وحملات توعية أكتر. أما دور التغطية الإعلامية فما بيقل أهمية، فالتوعية على أهمية الرياضة وكيفية التعامل مع الرياضيين والرياضيات جزء مهم. بالنسبة للحلول، أنا بشوف أنه لازم ندعم الرياضة النسائية من بعدة مراحل، إن كان على صعيد الإعلام ولا إن كان على صعيد دعم قدراتهم، أو حتى يصير في مثل نوع من أكتر المشاركات لتعطيهم إكسبيرينس أكتر، يصير في دورات أكتر، يصير في توعية على أهمية أنه الفتاة تكون بعالم الرياضة، يصير في توعية بمحلات معينة على كيفية التعامل مع الفتيات بعالم الرياضة، كيف نتوجه لهم، كيف بنحكي معهم. يعني حتى الكوتشية لما بقلها بقول لشاب انه انت بتركض مثل البنت تيهينه بمحل معين، يعني هذا الشيء بيأثر على الفتيات، انه لازم تنتبهوا كيف تحكوا وتتعاطوا مع البنات بطريقة انه ما تبخثوا من قيمتهم وتدعمون، ان كان الا مثل من خلال الدورات، من خلال التغطيات ودعمهم اعلاميا، من خلال الدعوة لانه يجوا للعالم يحضروا الجيمات تبعهم، حتى من خلال الاوبورتونيتيز اللي بيقدروا يفتحوا لهم اياهم ليسافروا لبرا، يصير في اكستشينج للخبرات بين الفتيات وينعمل اكثر. اذا بدك يعطون اكثر اتنشن بمحل معين، لانه كلها بتصب بذات، يعني هي مثل سيركل كلها بتدعم بعضها بمحل معين، مثل العجله الاقتصاديه تماما. فمن توعية أكتر ومبالغ مالية أكبر رح نقدر ننشر الثقافة الرياضية ونشجع الفئات العمرية على الكشف عن مواهبهم. فللاتحاد ووزارة الشباب والرياضة دور كبير بالالتزام بمثابرة الدعم وبتوسيع الرياضة النسائية من خلال حملات وأفكار جديدة، وهيدا أساس لنبلش كمان بتشجيع الحصول على الدعم المادي أكبر للرياضة النسائية من ممولين، ومن بعد تغطية تكاليف النقل الإعلامي. أما نحنا فينا نبلش من هلا نشارك بالدعم المادي والمعنوي للرياضة النسائية. إذا اشتغلنا على حل المشاكل بطريقة متماسكة رح نوصل لحل، وسوا أكيد منقدر نغير.